السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير وسعادة. معلش بقى على السواد ده واللي بيحصل في الواحد ده، فرق اللون. معلش بقى جيش وكده، يعني اللي متابعني وكده عارف ان انا في الجيش، فالحمد لله يعني خلاص دي هسلم 1/6 اللي جاي ده كل 4 ايام، وهتشوفوا تغيير في القناة جذري ان شاء الله. هنغير في السيت اب وهنغير في شكل القعده اللي انا قاعدها دي، هتشوفوا حاجات ان شاء الله حلوه جدا. هبدا انزل فيديوهات على طول باستمرار، يعني اي فيديو اي موبايل ان شاء الله هينزل هقول لكم رايي فيه، وهنزل لكم مراجعه ان شاء الله، علشان انا عارف ان انا قصرت معاكم الفتره اللي جايه، بس ان شاء الله يعني تابعوني الفتره الجايه فعلا ان شاء الله في تطور كبير في القناه. الفيديو بتاع النهارده بقى مش عايز اطول عليكم، فيديو اول مره انزله على القناه او اول مره اراجع او اعمل انبوكسنج للحاجه زي دي. كانت كل كلامي عن الموبايلات وعن الجيش، تمام، او وعن تجربتي في الجيش. الفيديو بتاع النهارده هو عن ايربودز بتاع الغلابه من الاخر، يعني الايربودز ده يعني بسعره، انا هقول لكم سعره في الاخر، انا مسميه ايربودز الغلابه، بس فعلا هو يستاهل. يعني انا هتكلم النهارده وهعمل انبوكسنج وريفيو للايربودز ده او السماعات دي، تمام، هي من شركه ريلمي. هنعمل انبوكسنج مع بعض دلوقتي وهنشوف برضو محتويات العلبه واقول لكم مواصفات الايربودز ده، وان هي فعلا هل تستحق ان احنا نشتريها ولا انا فعلا لسه شاريها. بس يعني باللي قريته في الكتالوج بتاعها او كده، لا فعلا ان شكلها محترم، وجربتها في الصوت ما شاء الله، يعني صوتها محترم جدا، وفي المكالمات كمان صوتها حلو جدا، فهي فعلا كسعر لا هي قيمه مقابل سعر. زي ما انتم شايفين كده، ده العلبه بتاعت الايربودز، تمام، زي ما انتم شايفين بالظبط الشركه المصنعه ريلمي، تمام. الايربودز يعني هي حاجه يعني ما فيهاش لاب كتير، من الاخر العلبه بسيطه. ماشي، نفتح العلبه مع بعض ونشوف محتويات العلبه ونشوف المواصفات بتاعت الايربودز دي ايه نظامها، تمام. خلينا نفتح كده. ماشي كده العلبة فاضية، خليها على جنب هنا، تمام. لو جينا بصينا محتويات العلبة، هو الكتالوج ده اللي هنعرف منه مواصفات الموبايل، مواصفات قصدي الايربودز. معلش يا معلم على الموبايل لان اول مرة اشرح الايربودز، تمام، فهنشرح منه ان شاء الله مواصفات الايربودز دي، تمام. خليها على جنب هنا. تاني حاجة وهي الشاحن، لو جينا بقى بصينا عن الشاحن ده، هنبص نلاقي الشاحن ده عامل زي شاحن الايفون كده، عارفين الايفون 5 و5 اس و4 والحاجات دي، الشاحن ده عامل زي شاحن الايفون 5 زي ما انتم شايفين شكله، تمام. خليه برضو على جنب كده، مش هيبقى فاضل غير الجسم اللي هو العلبه بتاعت السماعه، والسماعه زي ما انتم شايفين مكتوب عليها كلمه ريلمي، تمام، زي ما انتم شايفين في هنا زرار، تمام، في اسفل مكتوب اكس تي. مش عارف بقى ده كنايه عن موبايل الريلمي اكس تي ولا ايه بالظبط، بس عامه يعني مكتوب اكس تي، وجنبه مكتوب في منفذ الشاحن، منفذ الشاحن اللي هتشحن منه السماعات والعلبه نفسها بالشكل ده عادي، وهتحطها في اللاب بتاعك او باور بانك او راس شاحن عادي، مفيش اي مشاكل. طبعا كلنا عارفين الحاجات دي، تمام. لو جينا بقى هنا بصينا على علبة الموبايل، أو علبة قصدي برضه موبايل، علبة الإيربودز، هنفتح ونشيل اللزق اللي عليها عشان نعرف نوريها لكم بشكل كامل، تمام. خلي دي هنا كده، تمام، زي ما انتم شايفين مكتوب عليها كلمة ريلمي، في زرار هنا، الزرار ده لو جينا ضغطنا عليه ضغطة كده هيقلب نور أزرق زي ما انتم شايفين في المنطقة دي كده. طيب لفينا كده البتاع، هنبص نلاقي لون أحمر باين هنا، معنى كده ان السماعات بتشحن جوه. طبعا انا لابس فرده سماعه منهم، والصوت اللي انتوا سامعينه دلوقت ده صوت السماعه، يعني حرفيا صوت المايك بتاع السماعه بتاعه الايربودز ده، انا كنت مطلعها عشان اسجل بيها عشان برضو اشوف الدنيا فيها ايه والصوت عامل ايه. كده السماعه الصغيره دي بتشحن من العلبه نفسها بالمنظر ده كده، زي ما انتوا شايفين كده بتشحن من العلبه نفسها. عايز اخلي السماعه ما تشحنش عادي، بضغط على الزرار ده ضغطه بيروح النور، خلاص كده العلبه في وضع السكون عادي خالص. طيب الخامه بتاعت العلبه انا برضو شايفها ممتازه جدا، يعني مش مقارنه بسعرها فعلا حلوه حلوه. يعني الباب بتاع
بتاع العلبه فيه زي مغناطيس كده، والباب قافل وفتحه يعني سهل مرن، مفهوش وجع دماغ، مفهوش يعني سهل، حاجه سهله يعني. تمام. انا مش عارف اتكلم كتير بصراحه عنها، لان هي اصلا يعني الايربودز معروفه سماعتين وعلبه شحن، ويا اما في شاشه عرض هنا بتعرفك نسبه الشحن، يا اما مفيش زي ما انتم شايفين كده. ده كل اللي في السماعه. طب هوريكم بقى السماعه نفسها من جوه، عشان برضو ايه بوريكم كل حاجه، وريتكم كل حاجه. تمام. ده شكل السماعه زي ما انتم شايفين، سماعه بسيطه برضو ما فيهاش اي مشاكل. تمام، خلينا نحطها ونبدا بقى نشرح مواصفات الايربودز دي من نشحنها الاول، تبقى تشحن عشان نستعملها. نشرح بقى مواصفات الايربودز ده من الكتالوج اللي قدامنا ده. طيب بدايه كده الفيرجن بتاع البلوتوز، لان ده اهم حاجه، لان السماعه بتتصل بالموبايل عن طريق البلوتوث. الفيرجن بتاعنا الفيرجن 5، وده حلو جدا، مش وحش يعني، مش حاجه قديمه ولا كده، مش فيرجن قديم، مش اصدار قديم يعني. تمام. طيب البلوتوث رينج اللي هو مثلا المدى بتاع استجابه السماعه، ان هي ما تفصلش منك او كده، من 10 ل 15 متر، يعني حوالين السماعه من 10 ل 15 متر. يعني انت لو سايب موبايلك مثلا في مكان، ما تبعدش عن 10 ل 15 متر علشان السماعه بتاعتك ما تفصلش. انا شايف ان المدى بتاعها مش وحش، من 10 ل 15 متر ده حاجه ممتازه. تمام. لو جينا بقى نبص للقدره بتاعت البطاريه نفسها، عايز برضه افهمكم حاجه، الايربودز دي فيها بطارية، السماعة نفسها فيها بطارية، والعلبة نفسها فيها بطارية. السماعة بتشحن من العلبة. تمام. كنت عايز بس ايه اوصل لكم معلومة دي، عشان اما اجي اشرح تبقوا انتوا فاهمين الدنيا. طيب العلبة بقى قدرة الشحن بتاعتها قد ايه؟ 300 ملي امبير. تمام. ده قدرة علبة الشحن نفسها. طيب السماعة الواحدة قدرتها قد ايه؟ يعني سماعة واحدة فيها بطارية بتشحن قد ايه؟ 30 ملي امبير، يعني فردتين السماعه ب 60 ملي امبير. تمام. طيب 60 ملي امبير، واحنا قلنا العلبه بتشحن 300 ملي امبير، يبقى العلبه هتشحن السماعات كم مره؟ احنا قلنا 30 و30 60 للفردتين. طيب و300 العلبه كلها، يبقى هتشحن في حدود من 4 لـ5 مرات السماعات. يعني العلبه ده تشحن، لو هي مشحونه على اخرها هتشحن السماعات من 4 لـ5 مرات، وده يعني معدل حلو جدا، وحاجه مش يعني مش وحشه، من 4 لـ5 مرات لما تشحنها. طب المره تقعد قد ايه معاك؟ طيب لو انت بتتكلم في يعني بتسمع قصدي اغاني او بتلعب العاب او كده، هتقعد معاك من 2 لـ3 ساعات السماعات. تمام. وتقدر تشحنها تاني زي ما قلت لك، مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه من العلبه عادي، هتقعد معاك لو انت مشغل اغاني من 2 لـ3. طيب لو انت بقى بتسمع مكالمات، تمام، هتسمع مكالمات هتقعد معاك 4 ساعات متواصل، 4 ساعات متواصل لو انت بتسمع مكالمات. خدوا بالكم انا دلوقتي بكلمكم من السماعه، يعني الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت المايك بتاع السماعات دي. انا بس حبيت بس اعرفكم الدنيا واعرفكم صوت السماعات واضح ازاي والمايك واضح ازاي. تمام. يعني انت لو اتكلمت مكالمات هتلاقي الصوت ما شاء الله حلو جدا. تمام. طيب العلبه ده بقى نفسها اللي هي الكبيره دي بتشحن في قد ايه؟ بتشحن في 70 دقيقه، يعني ساعه و10 دقائق. يعني انت تقدر تشحن العلبه دي في ساعه و10 دقائق وتاخدها، وان كنت رايح شغلك او كده او التمرين، والسماعات اللي جوه دي تشحنها من العلبه 4 5 مرات. انتوا فاهميني الدنيا حلوه يعني، يعني مقارنه بسعرها فعلا اللي هتسمعوه دلوقتي، لا هي ممتازه ممتازه ممتازه. تمام كده، مفيش حاجه تاني تقريبا. طبعا هي مش ضد الميه عشان ما تبوظش الدنيا ولا كده، ولا السماعه برضو سعرها معقول. سماعه الغلابه زي ما انا كاتب على في عنوان الفيديو، ففعلا هي ممتازه جدا. طيب عايزين بقى نعرف سعرها، وعايز برضو اعرفكم حاجه كده عشان لو انت هتشتريها ولا كده تبقى انت عارف الدنيا فيها ايه. سعر السماعه دي يا رجاله عامل، انا جايبها ب 185 جنيه من محل عندنا. تمام. محل عندنا في البلد، فانت بما ان هي في محل في البلد هنا في مصر، فانت هتلاقيها موجوده كتير في محلات في مصر. يعني انت لو نزلت وكده هتلاقي نفس السماعه دي، ركز في العلبه وركز في شكل السماعه هتلاقيها ان شاء الله موجوده. بس خد بالك علشان في نسخه منها يعني مضروبه من الاخر، عامله تقريبا في حدود 110 او 100 جنيه او 120، فانت خد بالك، حاول وانت بتشتري
تركز وتشوف برضو الفرق. لو لقيت حاجة مثلا في حدود 100-120 نفس الشكل تعرف ان هي مضروبة على طول، تمام. واعتقد لو انت برضو 100-120 اللي هي مضروبة دي، اعتقد مش هتلاقي الشحن بتاعها كده، ممكن تلاقي مايكرو يو اس بي مثلا. فانت خلي بالك، حاول تشتري من مصدر ثقة شوية، تمام. بس ده كل حاجة من السماعة، وفعلا السماعة دي تستحق ان انت تشتريها. انا بكلمكم من السماعة بتاعتها دلوقتي ومن مايك، ممتازة ممتازة ممتازة. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى تشترك في القناة علشان ان شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى فيه فيديوهات كتير جدا ومراجعات كتير جدا، وهيبقى فيه تغيير في القناة الجذري، لان انا خلاص خلصت جيش 1/6 اسلم ان شاء الله. وبس ده الفيديو بتاع النهاردة. اهم حاجة لو انت استفدت من الفيديو وشايف ان يعني المنتج ده كويس، لايك للفيديو لان فعلا بينفعني جدا. يعني انا مش عايز منك غير لايك، لايك واشتراك في القناة. بس اشوفكم على خير وفي امان الله. سلام.